بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا الدرس هو في الأصل شرح لنظم صفوة الزبد للعلامة أحمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والآخرة. وكنت قد شرحت من بداية الطهارة، لكن كان الشرح شرحا للنظم فقط، والآن حتى نذاكر معا نجعل القراءة في مواهب الصمد، فنشرح النظم مع التعليق على شرح مواهب الصمد للعلامة أحمد بن حجازي الفشني. وأحثكم على أن تستمعوا، الشرح موجود صوتيا وموجود مرئيا في التليجرام، تمام، ومع وجود التشجيرات والتقاسيم للمسائل المهمة في الدروس، فأوصيكم أنكم تستمعوا إليه حتى تستفيدوا، لو استطعتم كل أبيات تحفظونها من بداية الطهارة أن تستمعوا للشرح، هذا جيد حتى يحصل لكم الجمع بين الحفظ والفهم. طيب، وطبعا انتهينا إلى أنا في شرح النظم إلى النفقة، بقي الحضانة سجلتها، لكن للأسف حصل مشكلة في التسجيل، تمام، ففسد فيحتاج إلى إعادة تسجيل آخر، تمام. أنا كنت أسجل وأظن هذا يسجل الصوت، تمام، ثم تبين أنه لا يعمل، تمام، لا بس نعيده إن شاء الله، لكن الآن نشرع في الجنايات. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات، قال الشارح رحمه الله: الشاملة للجناية بالجارح وغيره كسحر ومثقل، أي أن التعبير بالجناية تعبير شامل أحسن من تعبير بعضهم بقوله الجراح، لأن الجراح يدل على أن الأمر حصل بجارح فقط، والجارح أي بأمر محدد كنحو سكين أو سيف، لكن التعبير بالجنايات يشمل ما كان بجارح، ما كان بمثقل كحجر فهو يقتل بثقله وليس بحده، ومرت معنا هذه المسألة لو تذكرون قريبا في لطائف الإشارات، وأن من المسائل الاجتهادية أن القصاص عند الشافعية يثبت بالمثقل كما يثبت بالمحدد، خلافا للحنفية الذين يقولون، أو خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يقول رحمه الله: إن القصاص يثبت فيما كان القتل فيه بمحدد، أما بمثقل كحجر فلا يثبت القصاص، وإنما تثبت الدية فقط، واضح؟ فقال هنا أن الجنايات تشمل ما كان بجارح وما كان بغير جارح. مثل ماذا الذي بغير جارح؟ قال: كسحر، حتى لو حصل قتل بالسحر، رجل قتل آخر بالسحر وكان سحره مما يقتل غالبا، واضح؟ فإن هذه جناية ويترتب عليها القصاص والقود. كذلك لو حصل القتل بتجويع، حبس إنسان من قبل آخر ومنع عنه الطعام والشراب مدة لا يعيش فيها غالبا، بعضهم قدر المدة التي إذا منع الإنسان فيها من الطعام والشراب تؤدي لوفاته بثلاثة أيام، بعض فقهاء الشافعية، واضح؟ فمات، هذه جناية، قتل عمد، واضح؟ مع أنه ما مس بدنه، لكن هذا يعتبر جناية. إذن التعبير بالجناية أولى، لماذا؟ لأنه يشمل أفرادا، بخلاف التعبير بالجراح، فالجراح هذا يختص بما كان القتل فيه بمحدد. فقال: الشاملة للجناية بالجارح وغيره كسحر ومثقل، فتعبيره بها أعم من تعبير غيره بالجراح، والأصل في ذلك آيات كقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وأخبار كخبر الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. واضح؟ وقد تقدم في المقدمة أن القتل لا يقطع الأجل عند أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن المقتول قطع أجله وإلا فبقي له من عمره بقية، لكن جاء القتل فقطع أجله. واضح أو لا؟ لكن أهل السنة يقولون إن المقتول مات بأجله، انتهى أجله. واضح؟ إيش قال في المقدمة العقدية؟ ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، صح؟ قال هكذا: ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، أي إن مات إنسان فإنما مات بانقضاء عمره. ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، والنفس تبقى ليس تفنى للأبد. والجسم يفنى، النفس تبقى لكن الجسم يفنى. غير عجب الذنب، عجب الذنب هذا يبقى، ومنه ينبت الإنسان يوم البعث والنشور. وما شهيد باليا ولا نبي، أي أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، كذلك الشهداء، كذلك العلماء، أجسادهم لا تأكلها الأرض. ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، والنفس تبقى ليس تفنى للأبد، والجسم يفنى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي. وهذا النفس وعجب الذنب من الأشياء الثمانية التي تبقى ولا تفنى. تذكرها يا شيخ عبدان؟ تذكر هذه الأشياء الثمانية في بيتين حفظناها في شوارع جاكرتا، تذكرها: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه ثمانية لا تفنى، تبقى. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، لأننا نؤمن أن النار موجودة الآن والجنة موجودة الآن، صح؟ لكنها لا تفنى. هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. أكتبها لكم أو أكتبها؟ تكتبونها؟ إذا كتبتها أصبح حفظها فرضا، وإذا لا أكتبها مستحب. أكتبها ها؟ حتى تفرض عليكم. طيب، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. طيب طيب بارك الله فيكم. قال بعد ذلك: والجناية تتنوع إلى عمد وخطأ وشبه عمد. الجناية ثلاثة أنواع، سواء كانت الجناية على نفس، أو كانت الجناية على عضو،
أو كانت الجناية على منفعة، أي معنى من المعاني كالسمع والبصر، هذه معاني، والعضو كاليد والرجل والأصابع، والنفس واضح. فالجناية قد تكون على نفس، وقد تكون الجناية على عضو، وقد تكون الجناية على معنى من المعاني، تمام. فقال لك الجناية تتنوع إلى جناية عمد وخطأ وشبه عمد، هذا يحتاج إلى تقسيم. ولنفترض وهو الآن سيتكلم في البداية على القتل، وقبل أن نقسم هذا على السبورة حتى يتضح لكم، نقول ما هو القتل. القتل معناه إزهاق الروح، إزهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما، إزهاق النفس الناشئ، إزهاق النفس الناشئ الحادث عن فعل، أي بسبب فعل، ولو كان الفعل هذا فعلا حكميا. مثل إيش الفعل؟ كالسحر، هذا فعل حكمي. إذن ما هو القتل؟ القتل نكتبه هنا إزهاق النفس الناشئ عن الحادث، عن فعل ولو حكما كالسحر. هذا القتل له حالتان، أو هذه الجناية، إما نقول أحسن الجناية كما عبر، الجناية هذه إما أن يقصد الفعل أو ألا يقصد الفعل، إما أن يكون الفعل مقصودا أو أن الفعل غير مقصود. الفعل غير مقصود ما مثاله؟ كشخص كان يمشي فزلق في الأرض بقشر موز، بأرض زلقة، فوقع على آخر فمات الآخر، هذا لم يقصد أن ينزلق على غيره، الفعل هنا غير مقصود، هذا ماذا يسمى؟ إذا لم يقصد الفعل ماذا يسمى؟ أي جناية هذه؟ هذه جناية خطأ، هذه خطأ. لماذا خطأ؟ ما قصد الفعل أصلا، واضح حوله؟ إذن الجناية إن قصد الفعل لها حكم، إن لم يقصد الفعل فهي جناية خطأ. طيب إن قصد الفعل، نقول قصد الفعل ننظر، وقصد الشخص، قصد الفعل ولم يقصد الشخص، قصد الفعل، رمى بحجر، رأيت طائرا هناك في هذه الشجرة فأخذت حجرا ورميته، قصدت الرمي، قصدت الفعل وهو الرمي، تمام، لكني لم أقصد الشخص فوقع الحجر على شخص فمات، هذا أي قتل هذا؟ أيضا هذا قتل خطأ، هذا قتل خطأ. إذن أصبح لقتل الخطأ صورتان، الصورة الأولى أنه لم يقصد الفعل أصلا، الصورة الثانية أنه قصد الفعل ولم يقصد الشخص. طيب إن قصد الفعل والشخص، قصدت الرمي وأن أصيب به مثلا زيدا، إذن أنا قصدت الرمي وقصدت زيدا، قصدت الفعل وهو الرمي، وقصدت الشخص وهو زيد. ننظر، نقول تفصيل، إن كانت الآلة تقتل غالبا فهذا عمد، أو لا تقتل غالبا فهذا شبه عمد. إذا كانت الآلة تقتل غالبا فهو جناية عمد، إذا كانت الآلة لا تقتل غالبا فهذا شبه عمد. فهم أولى، واضح؟
هذا ليس في القتل فقط، حتى في الجنايات الأخرى. واضح؟ سائق السيارة وهو يمشي بسيارته فسد عليه الفرامل، عرفتم الفرامل؟ ماذا تسمى الفرامل هذه التي توقف السيارة؟ بريك، بريم. المهم هذه بلغتكم لا أدري، فسدت الفرامل هذه فأصاب شخصا فقتله. ما قصد الفعل؟ ما قصد الفعل؟ هذا أين يكون؟ خطأ. ما قصد الفعل؟ تمام. طيب لو قصد الفعل ولم يقصد الشخص، هذا خطأ. ما مثاله في 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 غير القتل؟ هذا قد يكون في القتل وقد يكون في غير القتل. في غير القتل نريد مثال في غير القتل. مثلا أنت تعمل في مكان لصناعة الأبواب والأثاث مثل هذا، ففتحت الآلة، الآلة التي تقطع الخشب، فتحت الآلة ولا تدري أن صديقك يضع إصبعه هنا. أنت قصدت الفعل أو لم تقصد؟ قصدت الفعل أن تشغل الآلة، لكن ما قصدت الشخص. هذا ماذا يكون؟ هذه جناية على عضو داخلة في الخطأ، جناية خطأ على عضو. قصدت الفعل ولم تقصد الشخص. إن قصدت الفعل وقصدت الشخص بآلة لا تقتل غالبا، كأن رميته بقلمك، هذا لا يقتل غالبا، قلم خفيف. واضح؟ هذا شبه عمد. واضح؟ طبعا هذا شبه عمد إذا كان خفيفا ولم يصب مقتلا، أما إن أصبت مقتلا كالعين مثلا فمات من ذلك، هذا عمد. واضح؟ طيب قصدت الفعل وقصدت الشخص بآلة تقتل غالبا كسكين كرصاص، إيش هذا؟ هذا يكون ماذا؟ هذا يكون قتل عمد. فهم هذا أو لا؟ واضح؟ ثم نقول إن القتل، سأمسح هذا الذي في الأعلى، إن القتل يترتب عليه ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق للمقتول، وحق للورثة. فحق الله تعالى يسقط بماذا؟ بالتوبة، يسقط بالتوبة. فالقاتل حتى ولو كان قتله عمدا تقبل توبته، مع أن القتل أكبر الكبائر بعد الشرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين أي ذنب أعظم؟ قال أن تشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال ابن مسعود قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. واضح؟ لكن مع ذلك يسقط بالتوبة لدخوله تحت قوله عز وجل، تحت عموم قول الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حق المقتول هذا يرضيه الله عز وجل في الآخرة، الله يرضي المقتول. واضح؟ يعطيه من الحسنات من النعيم حتى يرضى. حق الورثة القصاص، تمام؟ فإن عفوا فالعفو هذا إما أن يكون إلى الدية، وإما أن يكون مجانا بدون مقابل. فالحقوق كم؟ ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وحق للقاتل، وحق للمقتول. إذا تقرر هذا، الآن سيشرح لنا الناظم رحمه الله مع الشارح أنواع القتل، أنواع الجنايات. قال: والجناية تتنوع إلى عمد وخطأ وشبه عمد. تمام، شوف كيف رتبها. أولا ذكر إيش؟ العمد، ثم ذكر الخطأ، ثم شبه العمد. يسأل سائل: لماذا أخر شبه العمد؟ الجواب: لأن شبه العمد فيه شبه من العمد وفيه شبه من الخطأ، فناسب أن يقدم العمد وأن يقدم الخطأ ثم يأتي بما فيه شبه منهما. واضح؟ فقال لك هنا:
فعمد محض وهو قصد الضارب، شخصا بما يقتله في الغالب. هذا القتل العمد. شوف ايش قال في البيت، ان يقصد الضارب شخصا، اذن الشخص مقصود، والفعل ايضا مقصود بآلة تقتل غالبا. كم هذه؟ طيب لو سألتكم متى يكون القتل عمدا؟ فالجواب يكون القتل عمدا إذا تحققت ثلاثة أمور: قصد الفعل، وقصد الشخص، بآلة تقتل غالبا. واضح؟ هل يشترط أن يقصد القتل؟ لا يشترط. يعني لو رماه بحجر وهو يقصد الفعل الرمي ويقصد الشخص والحجر تقتل غالبا، تمام، وقال أنا لم أقصد قتله وإنما قصدت إصابته، أن أجرحه فقط لا أن أقتله، لكنه مات، ماذا أفعل؟ واضح ولا؟ نقول هذا قتل عمد، سواء قصدت القتل أو لم تقصد القتل، المهم أنك قصدت الفعل الذي هو إيش؟ الرمي. فهم أو لا؟ ولا يشترط قصد القتل. طيب يسأل سائل يقول هل كل قتل عمد فيه قصاص؟ الجواب لا، فإن القاضي لو أمر بقتل المرتد أو الزاني المحصن أو تارك الصلاة كسلا مثلا بعد أن أمر، تمام، فإن هذا قتل عمد، لأنه قصد فعل وقصد شخص بآلة تقتل غالبا، صح، قتل عمد. نقتل القاضي أمر بهذا؟ لا، لوجوب القصاص نزيد شرطا رابعا. ما هو؟ أن يكون هذا القتل عدوانا حتى يترتب القصاص. يعني هو هذا قتل عمد أو لا؟ هذا قتل عمد لكن لا يترتب عليه قصاص. متى يترتب القصاص؟ إذا كان هذا القتل عدوانا. فهم أو لا؟ أما إذا لم يكن القتل عدوانا كان بحق فلا يترتب القصاص. قال فعمد محض وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب، هذا الأول. قال وقد أخذ في بيانها فقال فعمد محض بإضافة الموصوف إلى صفته، تمام، أي محض عمد، هكذا، أي العمد المحض، تمام. قال وهو قصد الضارب بإضافة الموصوف إلى صفته، أي العمد المحض، وهو قصد الضارب ضربا، شوفها، هذا قصد الفعل، ضربا، تعديا، أخرج ما لو كان على غير التعدي، شخصا، هذا قصد الشخص، بما، أي بشيء يقتله في الغالب، سواء أكان بجارح أو مثقل. أراد الرد على من قال إن القصاص إنما يكون إذا كانت الآلة جارحة لا مثقلة. النوع الثاني وقتل الخطأ. قال والخطأ الرمي لشخص، والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتله. ذكر إحدى صورتي القتل. قال الخطأ الرمي لشاخص بلا قصد، بدون قصد للفعل، أي صورة؟ هذه أو هذه؟ هذه، لم يقصد الفعل أصلا. قال والخطأ الرمي لشاخص، شاخص مثل شجرة، مثل عمود، هذا شاخص، ها، بلا قصد وأصاب بشرا فقتل بألف الإطلاق، ومنه إذا زلق فوقع على إنسان فمات، تمام. ثم قال ومشبه العمد، طبعا قوله والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد يحتمل أنه بلا قصد للشخص، قصد الشاخص بلا قصد للشخص فيكون هذا المراد، أو بلا قصد للفعل فيكون هذا المراد، واضح أو لا؟ قال هنا ومشبه العمد، هذا النوع الثالث، شبه العمد، بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتل. إذن رمى فقصد الفعل، إلى شخص فقصد الشخص، بآلة لا تقتل غالبا، قال بما في غالب لن يقتل. قال وشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتل بألف الإطلاق، قال كأن يضربه بصوت، عرفتم الصوت؟ ها؟
هذا قال بصوت الذي يضرب به الحصان عندما يمشي. نعم. قال أو عصا فيموت منه. تمام. وطبعا هذا قلت لك محله أنه شبه عم إذا لم يكن الضرب في مقتل. أما لو كان في مقتل فهذا عم، وإذا لم يوالي الضرب. أما لو والى الضرب فهذا عمد، وإذا كانت العصا خفيفة. أما إذا كانت عصا تمام، هذا لا تقتله غالبا، واضح ولا؟ يعني إذا كانت عصا خفيفة مثل هذا، مثل سواك ممكن، لكن عصا مثل هذا مثلا تمام، هذا لا، هذا يقتله غالبا. إذن محل هذا أنه شبه عمد إذا كانت الآلة خفيفة ولم يكن في مقتل ولم يوالي، ولم يوالي تمام. بعضهم ذكر شرط الرابعة قالوا وكان الجسد يحتمل عادة، أي لم يكن الجسد فيه ظنى أي تعب. يعني مثلا جسد الطفل ربما يعني بالصوت واحدة ربما يموت منها، جسد الطفل عمره شهر أو شهرين، واضح لا يتحمل هذا، فهمت أو لا؟ فبعضهم زاد الميم. هذا يعني كونه هذا شبه عم هذا بقيود، يعني هذا التمثيل الذي مثله بقوله بصوت أو عصا هذا فيه قيود، صوت أو عصا خفيفين إذا لم يكن في مقتل ولم يوالى، ولم يوالى وإيش قلنا؟ وكان الجسد يحتمل ذلك عادة، ليس فيه تعب أو ضعف. نعم. الآن بعد أن بين لك أنواع الجنايات الثلاث، وقلت لك هذه الجنايات تشمل الجنايات على النفس، على العضو، على منفعة العضو، واضح؟ بعد أن بين لك هذه الجنايات سيبين لك ما الذي يترتب عليها، ما الذي يترتب، ما هي الأحكام المترتبة. قال ولم يجب قصاص غير العمد إذ يحصل الإزهاق بالتعدي. يعني القصاص إنما يجب في العمد فقط. طيب وشبه العمد ما في قصاص، دية فقط إجماعا، من باب أولى الخطأ لا يوجد قصاص وإنما الدية بالإجماع. إذن القصاص إنما يجب في ماذا؟ في القتل العمد. قال ولم يجب قصاص غير العمد إذ يحصل الإزهاق للروح بالتعدي، أي بقصد عين الشخص بما يقتله في الغالب، أي لا يجب القصاص إلا في العمد فقط للإجماع. هذا الدليل الأول، الإجماع على حصر القصاص في العمد، الدليل الأول إجماع. الدليل الثاني قال ولقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والدليل من السنة كتاب الله القصاص. وإنما لم يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن شوف عندك هنا المسألة لها طرفان، الطرف الأول نريد أن نثبت القصاص في العمد، الأمر الثاني نريد أن نثبت أن غير العمد لا قصاص فيه. طيب ما الأول، ما دليل أن العمد فيه قصاص؟ قال الدليل أن العمد فيه قصاص الإجماع. الثاني الآية ولكم في القصاص حياة. الثالث كتاب الله القصاص. هذه ثلاثة أدلة تدل على ثبوت القصاص في قتل العمد، واضح أو لا؟ طيب ما الدليل على أن غير العمد لا قصاص فيه؟ قال الدليل هنا وإنما لم يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ولم يذكر القصاص، ذكر الكفارة، ذكر الدية ولم يذكر القصاص، واضح؟ قال ولخبر قتيل الخطأ وشبه العمد مثل قتيل الصوت والعصا فيه مئة من الإبل. ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر القصاص، الدية فقط، واضح؟ قال رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره. إذن عندك مسألتان، مسألة الأولى مسألة إثبات القصاص في العمد، مسألة الثانية نفي القصاص عن غير العمد. فبرهن بالأدلة للمسألة الأولى وبرهن بالأدلة للمسألة الثانية، فهمتم؟
قلنا من قبل المسألة ما تعرف المسألة؟ مطلوب خبري يبرهن عليه من العلم، هكذا يعطيك حكم المسألة ثم يعطيك دليلا. لكن عندي إشكال بسيط في المسألة الأولى، قال أي لا يجب القصاص إلا في العمد فقط للإجماع ولقوله تعالى، لماذا قدم الإجماع على القرآن؟ واضح ولا لا؟ أليس الإجماع مؤخر؟ أليس الدليل الأول هو القرآن، والدليل الثاني هو السنة، والثالث الإجماع؟ فلماذا قدم الإجماع؟ لأن الإجماع قطعي يقطع النزاع، واضح؟ حتى ولو لم نكن نعلم الدليل الخبري السمعي فالإجماع يقطع النزاع، فهمه لا؟ لأن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، لكن نحن قد نعلم هذا الدليل وقد نجهله. شوف، الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، لكن ليس شرطا أن نعلم الدليل، ليس شرطا في صحة الإجماع أن نعلم دليل الإجماع، لكن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل. قد يستند الإجماع إلى دليل ينقله أهل العلم الثقات، لكن لا نعلم الدليل، لا نعلم مستند الإجماع، لا مشكلة. فهمت أو لا؟ نعم. ولذلك بعضهم يرى أن الإجماع يقدم في الذكر لأنه يقطع الخلاف، خلاص تمام. قال بعد ذلك: فلو عفى عنه على أخذ الدية من يستحق وجبت كما هي. انتبه معي، قال فلو عفى عنه، فلو عفى فاعل عفى الاسم الموصول في قوله من يستحق، أي تقدير الكلام فلو عفى من يستحق الدية عنه، أي عن المقتول. فهمت؟ فهمت المعنى؟ نعم. إذن فاعل عفا أين هو؟ من يستحق، الاسم موصول، فنقول من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، يستحق فعل وفاعل مستتر، جملة صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب. عنه أي عن القاتل، عن الجاني. فلو عفا عنه على أخذ الدية، أي فلو عفا من يستحق القصاص، تمام، عن الجاني على أخذ الدية، أن يأخذ الدية، وجبت الدية كما هي، تمام. قال فلو عفا عنه أي القصاص على أخذ الدية بالوقف من القاتل من يستحق القصاص، وجبت الدية كما هي بهاء السكت، أي بحالها المقرر كما سيأتي. لا، انتبه معي، من الذي له حق العفو؟ الوراثة، الورثة مطلقا، سواء من القرابة كالأولاد والآباء، أو من الزوجية كالزوجة إذا كان المقتول الزوج، أو الزوج إذا كانت المقتولة زوجة، واضح؟ إذن الذي يستحق العفو هم الورثة مطلقا، واضح؟ ولا يشترط في حصول العفو من القصاص أن يعفو كل الورثة، بل لو عفى واحد منهم سقط القصاص، تمام؟ لو عفى واحد منهم سقط القصاص، لأن القصاص لا يتبعض كالطلاق كالشفعة، فإسقاط بعضه إسقاط لكله، ذكر بعضه ذكر لكله، واضح أو لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فلو عفى عنه، ما حكم العفو؟ أن يعفو أولياء الدم مستحقو القصاص، أن يعفو عن القاتل، أن يعفو عن القاتل، ما حكم العفو؟ سنة مؤكدة، قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، سنة مؤكدة. وبعض العلماء يعني يفصل، يقول هو مستحب سنة مؤكدة في حق المقتول، في حق الشخص الذي حصل القتل منه ولم يكن يعني من عادته سفك الدماء، لم يكن يعني لم يكن من عادته أنه يتهاون في دماء المسلمين،
أما من عرف عنه أنه يتهاون في دماء المسلمين ويعتدي على حرماتهم، فمثل هذا إن لم تصدق التوبة منه، إن لم تظهر آثار التوبة منه تمام، فالأولى أن لا يعفو حتى يريح الناس من شره. واضح؟ بارك الله فيكم. بعضهم يقول هذا. نعم، ما تفضل. قال رحمه الله: لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول. انتبه معي، يقول لك إن أولياء الدم الذين يستحقون القصاص لهم أن يعفوا إلى الدية. طيب افرض زيد قتل عمرا عمدا، نقول لزيد الواجب عليك الآن القصاص. قال أولياء الدم: نحن لا نريد القصاص. ها، ماذا تريدون؟ نريد الدية. قال زيد: لا، ما في الدية، خذوا القصاص، اقتلونا، ما عندي دية، ما في دية، لن أعطيكم دية، أريد قصاص. قالوا: لا، نحن نريد دية. قال: لا، أنا أريد قصاص. ها، ما رأيكم؟ نقتله لأنه لا يريد؟ لا، ما دام أنهم يوافقون، ما دام أنهم يوافقون على الدية فإنها تلزمه وإن كان ساقطا، وإن لم يرضى، وإن لم يرضى تلزمه الدية وإن لم يرضى. قال أولياء الدم: نحن نريد الدية. قال: لا، أنا أريد القصاص، القاتل هذا يريد أن يموت، خلاص أنا أريد القصاص. ها، نحن نريد الدية، ماذا نفعل؟ نقتلك؟ نحن نريد 100 من الإبل يعني، واضح، أو قيمة 100 من الإبل، ماذا نفعل بقتلي؟ ها، قال: أبدا، أنا أريد القصاص. هل تلزمه أو لا تلزمه الدية؟ نعم تلزمه، حتى وإن سخط وإن لم يرضى. لماذا؟ لأن هذا الجاني محل الحق، محل الحق لا يشترط رضاه. لو تذكرون معنا في درس الحوالة قلنا يشترط رضا المحيل والمحال، المحال عليه هذا محل الحق، عليه الدين، هو سيدفع، سيدفع، يدفع لهذا، يدفع لهذا، يدفع لهذا، ما عندنا مشكلة، المهم هو محل الحق. واضح أو لا؟ هل يشترط رضاه أو لا يشترط؟ لا يشترط، كذلك هذا لا يشترط رضاه، فهم أو لا؟ طيب، في قتل عمد الدية 100 من الإبل، الدية في القتل، في قتل المسلم الحر الذكر، المسلم الحر من الذكر 100 من الإبل، لكن في قتل عمد هذه 100 من الإبل تغلظ. كيف تغلظ؟ تكون مثلثة، 30 30 40، 30 حقة، 30 جذعة، 40 خليفة حوامل، 40 ناقة حامل، هذا تغليظ، فتكون مثلثة وتكون حالة. إيش معنى حالة؟ الآن تدفع، الآن فورا حالة. اثنين، والأمر الثالث، وتكون على القاتل الجاني ليس على عاقلته، هو الذي يتحمل. كم هذه؟ ثلاثة أوجه للتغليظ. تمام، إذن هنا في هذا البيت علمنا الناظم مسألتين. مسألة الأولى أن الدية في قتل العمد تكون مغلظة، وشرحت لك أوجه التغليظ، تكون مثلثة، تكون حالة، تكون على القاتل، وأنها تجب على القاتل وإن لم يرضى. إذا عفى أولياء، إذا عفى أولياء الدم فقالوا: خلاص نحن لا نريد القصاص، نريد الدية، حتى ولو لم يرضى، تمام، تجب الدية عليه لأنه محل الحق. لكن لاحظ معي، متى تلزمه الدية حتى ولو لم يرضى؟ إذا كانت الدية هي الدية الشرعية التي هي 100 من الإبل. يأتي السؤال: هل يجوز أن يتصالحوا على دية أخرى؟ يعني مثال، قالوا: نحن لا نريد 100 من الإبل، نريد 150 من الإبل دية هذا، هذا الذي قتلته هذا كان شريف من الشرفاء، عظيم من عظمائنا، كيف 100 من الإبل؟ نريد 150 من الإبل. واضح أو لا؟ ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن، لهم أن يتصالحوا بذلك، لكن إذا تصالحوا بذلك فحينئذ يلزم حتى يتم لهم هذا أن يرضى. واضح؟ أن يرضى القاتل. قال لهم: لا، إذا كان تريدون 150 من الإبل، لا، أنا موافق، اقتلونا أفضل.
لا أدفع لكم 150. من حقه أن يقول ذلك، واضح ولا؟ من حقه أن يقول ذلك، فهمتم؟ إذن هنا لما قال ولو بسخط قاتل المقتول، أي تلزمه ولو كان ساقطا، متى؟ إذا كانت الدية هي الدية الشرعية بدون زيادة. أما إذا كان مع الزيادة أو مع غير الدية، يعني مثل الآن بارك الله فيكم، ماذا يحصل الآن؟ الآن الدية في كثير من البلاد لا تدفع بالإبل، تدفع بالنقود، صح؟ يعني إما بالذهب، في بعض البلاد، في بلادنا يدفعون بكيلو جرامات من الذهب، تمام؟ أو يدفعون مثلا مثلا بالريال اليمني أو بالريال السعودي مثلا هنا بالروبية، ها؟ هذا بغير الإبل. كذلك إذا كانت الدية ستدفع بغير الإبل بارك الله فيكم، حينئذ نقول اشترط رضاه، فهم هذا؟ إذن قوله هنا ولو بسخط قاتل المقتول محله فيما لو كانت الدية هي الدية المنصوص عليها في الشرع، أما لو كانت الدية من غير ذلك، تمام، أو زيادة على الدية الشرعية، فهنا يشترط رضاه. واضح لكم هذا؟ شوف إيش قال، لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل مقتول، لكن تجب، قال في الشرح، لكن تجب مع التغليظ بالتثليث، أي مع التغليظ بأن تكون الدية مثلثة. إيش مثلثة؟ 30-30-40 الآتي، التثليث الذي سيأتي بعد قليل. ومع الحلول، أي أن تكون حالة لا مؤجلة، لأنه سيأتي معك في قتل شبه العمد أنها تكون مؤجلة 3 سنوات، سيأتي معك في قتل خطأ أنها تكون مؤجلة ومخمسة، فهمت؟ فقال هنا ولو بسخط قاتل المقتول، أي عدم رضاه بالدية حتى لو كان غير راض بالدية، فهمت أو لا؟ أيوة. قال لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وخرج بقوله على أخذ الدية. أين هذا؟ في البيت الأول لما قال، ليش أقصد البيت السابق الذي قبل البيت الأخير، لما قال فلو عفا عنه على أخذ الدية، قال وخرج بقوله على أخذ الدية ما لو أطلق. إيش أطلق؟ يعني شوف انتبه معي الآن، هذا كلام يحتاج إلى بعض التركيز. زيد قتل عمرا، تمام، الواجب عمدا، الواجب ما هو؟ القصاص. زيد قتل عمرا عمدا عدوانا، الواجب القصاص، صح؟ طيب الواجب القصاص. قال أولياء الدم عفونا عن الدية، عفونا عن القصاص إلى الدية، ما الذي يثبت؟ الدية، هذه الصورة الأولى. قال أولياء الدم، الصورة الثانية، قال أولياء الدم عفونا عن القصاص، لكن لم يقولوا إلى الدية. شوف الصورة الأولى إيش قالوا، عفونا عن القصاص إلى الدية، تثبت الدية، صح؟ صورة ثانية قالوا عفونا عن القصاص، صورة ثالثة قالوا عفونا مجانا، كم هذه الصور؟ طيب إذا قالوا عفونا إلى الدية تثبت الدية، واضح؟ إذا قالوا عفونا مجانا لا يثبت لا قصاص ولا دية. طيب إذا قالوا عفونا عن القصاص ولم يبينوا شيئا، ها؟ نقول لا يثبت شيء، لا يثبت شيء، المذهب لا يثبت شيء، أم نعتمد أنه لا يثبت شيء، واضح؟ لا قصاص لأنهم قد عفوا عنه، ولا دية أيضا. لماذا لا تثبت الدية؟ لأن العفو ليس إثبات معدوم وإنما إسقاط ثابت. ما هو الشيء الثابت الذي يسقطه؟ القصاص. فالعفو يسقط الثابت لكنه لا يثبت المعدوم الذي هو الدية، فهمتم ولا لا؟ واضح. إلا إذا قالوا عفونا عن القصاص وبعده فورا، بعده فورا قالوا إلى الدية، فهذا يستدرك فتثبت الدية. انظر ماذا قال، وخرج بقوله على أخذ الدية ما لو أطلق العفو. إيش معنى أطلق العفو؟ قال عفونا ولم يقل إلى الدية، لأنه لو قال إلى الدية هذا سيكون قد قيد. هذه الصورة الأولى، ما الذي يخرج؟ هو سيذكر لك 4 صور تخرج،
أربع صور تخرج. الصورة الأولى التي تخرج إيش؟ ما لو أطلق العفو، ما صورته؟ لو قال عفونا عن القصاص، هذا أطلق العفو. طيب القصاص يسقط؟ يسقط. الدية تسقط؟ تسقط. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو لم يعفو عليها على الفور، يعني قال عفونا على القصاص، عفونا عن القصاص بعد ساعة، قال لكن نريد الدية، ليس على الفور، على التراخي، أيضا لا تثبت هذه الصورة الثانية. قال أو لم يعفو عليها، أي لم يعفو على الدية على الفور، وإنما عفى إلى الدية على التراخي، قال فإنها لا تجب. فهمتم ولا لا؟ هاتان كم صورة؟ إذن في هاتين الصورتين يسقط القصاص وتسقط الدية. تمام. لماذا؟ تعليل. قال لأن القتل لم يوجبها. القتل لا يوجب الدية، القتل العمد يوجب ماذا؟ القصاص، لا يوجب الدية. الدية بديل عن القصاص، وإلا في الأصل القتل العمد العدوان لا يوجب الدية وإنما يوجب القصاص. قال لأن القتل لم يوجبها، أي لم يوجب الدية وإنما يوجب القصاص. يا جمانة، 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 لبسي القزمة حقه، القزمة حق نجيب، أيوة لبسي، يمشي حافي. تمام. قال وخرج بقوله على أخذ الدية ما لو أطلق العفو أو لم يعفو عليها على الفور فإنها لم تجب، لأن القتل لم يوجبها، أي لم يوجب الدية وإنما أوجب ماذا؟ القصاص. والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم. العفو إسقاط ثابت، ما هو الثابت؟ القصاص، وليس إثبات معدوم الذي هو إيش؟ الدية. فهما؟ طيب الصورة الثالثة التي تخرج ما هي؟ قال وما لو عفي عن الدية فإن عفوه لاغ، يعني ولي الدم المستحق. انتبه، لأن القتل العمد العدوان يوجب ماذا؟ القصاص. سألنا ولي الدم، زيد قتل أخاك، ما تقول يا ولي الدم؟ قال عفوت عن الدية. كيف تعفو عن الدية وأنت لا تستحق الدية أصلا؟ متى تستحق الدية؟ إذا عفوت عن القصاص تستحق. أولا نتكلم على المرتبة، على القصاص، واضح؟ فلو عفى عن الدية، تمام، مجردا، واضح، يعني قبل القصاص، ما عفى عن القصاص أصلا، عفى عن الدية، العفو لاغ. لماذا؟ لأنه عفى عن شيء قبل استحقاقه، هو لم يستحق الدية الآن، ما زال الكلام في ماذا؟ في الأمر الأول المترتب الذي هو القصاص. فهم لكم هذا ولا لا؟ فهمت هذه الصورة؟ شوف ايش قال، وما لو عفى عن الدية فإن عفوه لاغ. ليش عفوه لاغ؟ لأنه عفى عن الدية قبل استحقاقها، إذ لا يستحق الدية إلا بعد أن يعفو عن القصاص إليها. فهم أو لا؟ هذه كم صور تخرج الآن؟ ثلاث صور. صورة الرابعة التي تخرج، قال وما لو عفي على بعض الدية، يعني لو قالوا عفونا عن بعض الدية، عفونا عن نصف الدية، عفونا عن 50 من الإبل، ها؟ قال فإنه لا يجب إلا ما عفي عليه وهو النصف الباقي. فهم؟ إذن حينئذ لا تجب الدية كاملة وإنما يجب ما عفي عليه وهو الباقي. إذن هذه كم صور تستثنى؟ لأنه قال لك في البيت انظر، فلو عفى عنه على أخذ الدية، يريد أن يبين لك أنه تخرج عن هذه المسألة أربع مسائل. قد يكون العفو بإسقاط الدية بالكامل، واضح؟ وقد يكون العفو إلى جزء من الدية. ثم ذكر لك هذه الصور الأربع، ما لو عفى مطلقا، واحد. الصورة الثانية، ما لو عفى تمام وليس على الفور، تمام. والصورة الثالثة، ما لو عفى عن الدية قبل الاستحقاق. والصورة الرابعة، ما لو عفى إلى جزء من الدية فإنه يجب ما عفى إليه. تمام، بارك الله فيكم. هذا الذي يترتب على قتل ماذا؟ القتل العمد. ثم قال
وفي الخطأ وعمده مؤجلة. تعبتم؟ نقف هنا ولا نزيد بيتين؟ نزيد بيتين حتى نكمل هذا، لأن بعد ذلك هذا موضوع آخر. قال وفي الخطأ وعمده مؤجلة 3 أعوام على من عقله. ينتبه معي، ذكرنا ما الذي يترتب على قتل العمد العدوان. إيش الذي يترتب على قتل العمد العدوان؟ القصاص، وأنه يمكن العفو إلى أدية. طيب ما الذي يترتب على قتل الخطأ وشبه العمد؟ قال ما في قصاص. طيب إيش في؟ قال دية. من يتحمل هذه الدية؟ قال دية يتحملها عاقلة القاتل. من عاقلة القاتل؟ قال هم عصبته ما عدا الأصول والفروع. العصبة ما عدا الأصول والفروع، من هم هؤلاء؟ الإخوان، أبناء الإخوان، الأعمام، أبناء الأعمام، هؤلاء يتحملون. واضح؟ عصبة القاتل ما عدا أصوله وفروعه، الأصول والفروع لا يتحملون، غيرهم يتحمل. واضح؟ جيد. بشروط طبعا، منها التكليف، البلوغ والعقل، منها الذكورة، فالنساء لا يتحملن، ومنها الحرية، ومنها الغناء، فلو كانوا فقراء لا يتحملوا. والمراد بالغنى هنا أن يكون عنده ما يزيد على كفاية العمر بعشرين دينارا ذهبيا طبعا. واضح ولا؟ يعني حد كافي. واضح ولا؟ فإن كان ما يزيد، هذا غني يعتبر، هذا موسى، فإن كان ما يزيد على كفاية العمر بأقل من 20 دينار، هذا متوسط. إن كان عنده ما يكفيه العمر فقط، هذا فقير لا يؤخذ منه. واضح هنا؟ جئتها تمام، طلع عندي. قال هنا انظر، هو طبعا لم يفصل في هذه المسائل، هذه ستجدونها في الشروح المطولة أو في الحواشي، وذكر هنا المسألة إجمالا. قال وتجب الدية في الخطأ المحض وعمده، أي عمد الخطأ المسمى بشبه العمد، مؤجلة 3 أعوام على من عقله، أي هذه تدفع خلال كم سنوات؟ بخلاف العمد فإنها تكون ماذا؟ حالة. قال على من عقل، أي على عاقلة القاتل، في كل سنة ثلثها، يدفعون في كل سنة ثلثها. أما كونها مؤجلة فلأن العاقلة تتحملها، أظن عندك في تاء واحدة، فإن العاقلة تتحملها على وجه مواساة، لأن هذه على وجه المواساة، على وجه الإحسان للعاقلة. قال بعض العلماء هذا من العاقلة إحسان، كما أنهم إذا مات هذا الشخص ولا وارث له من أصله وفرعه يرثونهم. أليس إذا مات وليس له وارث من الأصول والفروع، هم إخوان وأعمام وأبناء إخوان وأبناء أعمام يرثون، كما أنهم يرثونه إذا مات كذلك يتحملون إذا قتل. طبعا في شرط، يعني مش أي عاقلة تتحمل، محل تحمل العاقلة إذا صدقت العاقلة أن القتل قتل خطأ أو شبه عمد. لكن نفترض أن زيدا هذا الذي قتل عمرا قال أنا قتلته قتل شبه عمد أو قتل خطأ، حتى تتحمل العاقلة، ها؟ حتى تتحمل العاقلة ما يتحمله. قالت العاقلة كذاب، قتله عمدا. واضح؟ قتله عمدا تمام، يريدون أن يدفعوا التحمل عن أنفسهم. هل تتحمل العاقلة ولا تتحمل؟ لا تتحمل، ولا يتحمل بيت المال، خلاص يلزمك أنت. إذا كانت العاقلة لا تصدقك يلزمك أنت. فمحل تحمل العاقلة إذا صدقت القاتل أن قتله كان شبه عمد أو كان خطأ، أما إذا لم تصدقه فإنها لا تتحمل. فهمتم؟ قال هنا على عاقلة القاتل في آخر كل سنة ثلثها. أما كونها مؤجلة فلأن العاقلة تتحملها على وجه المواساة، أي الإحسان، فوجب أن يكون وجوبها مؤجلا قياسا على الزكاة، كما أن الزكاة تكون في آخر الحول.
ها كان كذلك هذه تكون في آخر السنة كل سنتين ثلث ثلث ثلث. تمام. قال وأما كون الأجل 3 سنين فللإجماع. فهمتم؟ قال رحمه الله وتؤجل دية المرأة في 2 سنين. دية المرأة 50 من الإبل، نصف دية المرأة الحرة المسلمة 50 من الإبل، نصف نصف الرجل الذكر الحر المسلم نصف، صح؟ طيب المرأة كيف نؤجلها؟ قال في 2 سنين. ليش؟ هي 50 من الإبل، 50 من الإبل، صح؟ في السنة الأولى ثلث الدية 33 وثلث، هذا في السنة الأولى. في السنة الثانية 16 وثلثين، خلاص 50. يعني الرجل دية المسلم كم ستكون في كل سنة؟ 33، صح؟ هكذا 3 سنوات تكتمل، صح ولا لا؟ هذا بالنسبة لدية الذكر. دية المرأة 50، هنا 100، في السنة الأولى ثلث، كم يبقى؟ 16 حتى تبلغ 50، صح؟ هذا في السنة الثانية. فهمتم ولا لا؟ واضح ولا؟ يعني ما تقسم، لا تقسم 50 على 3 سنوات، لا، في السنة الأولى 33 وثلث، في السنة الثانية الباقي الذي هو 16 وثلثين. فهم؟ انظر إيش قال. وتؤجل دية المرأة في 2 سنين في آخر السنة الأولى ثلثها. أي إيش يقصد ثلثها؟ أي ثلث دية الرجل، أي ثلث دية الرجل اللي هي 33 وثلث، ها؟ وفي آخر الثانية الباقي. قال وفي دية الكتاب والمجوس ونحوه في 1 سنة تؤخذ في آخرها، لأن دية الكتاب كم؟ ثلث دية المسلم، ثلث دية المسلم، خلاص تدفعها في 1 سنة، ما تأجلها ل3 سنوات. فهمت؟ فهمت كلام الشارح؟ قال رحمه الله وقيمة العبد في كل 1 سنة، لأن العبد لا دية فيه وإنما تجب فيه القيمة. قال وقيمة العبد في كل 1 سنة قدر ثلث ديته. تنبيه: محل تحمل العاقلة دية الخطأ وشبه، محل تحمل العاقلة دية الخطأ وشبه العمد إذا صدق القاتل، أي أنه قتل خطأ أو قتل شبه عمد، وقامت به بينة. تمام. عندكم كلكم نفس الطبعة؟ أنا عندي طبعة قديمة حق سوربايا في البيت، أظن الله أعلم إذا صدقوا القاتل أو قامت به، أو لعلها أو، والله أعلم، لا سأتأكد. قال وقامت به بينة. وسميت العاقلة بذلك لعقلهم الإبل بفناء دار المستعق. إيش معنى عقل في اللغة العربية؟ عقل الشيء. ما معنى عقل الشيء؟ ربطه. كانوا يأتون بالإبل إلى بيت أولياء الدم، مثلا بيتهم هنا، فيأتون بالإبل إلى هنا ويربطونها، هذه إبل الدية، فسميت عاقلة لأنهم يعقلون يربطون الإبل. أين يربطونها؟ بفناء دار المستحق، أي المستحق للدية، وهم أولياء الدم. فهمتم ولا لا؟ قال سميت عاقلة العاقلة بذلك لعقلهم، أي لربطهم الإبل بفناء، أي أمام فناء الدار، هذا فناء الدار، بفناء دار المستحق، وقيل غير ذلك. وهي من هذه؟ زينب ولا سعاد؟ العاقلة. وهي العصبات إلا الأصل والفرع، واضح أو لا؟ ثم آخر بيت قال فيه وخففت في الخطأ المحضي كما غلظ في عمد كما تقدم. شوف الدية في الخطأ، في الخطأ خففت. كيف خففت؟ فتجب مخمسة، 20 20 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 قذعة، 20 ابن لبون ذكر، ها 100 20 20، ليست مثلثة كما في شبه العمد وكما في شو اسمه هذا الثاني في العام. تمام. أرسم لكم جدول أوضح لكم هذا، أظن غير واضح، انتبه معي.
لا لا بأس إذا أطلنا في هذا قليلا، لا بأس، هذا أمر يعني جيد يحتاج إلى فهم. انتبه معي بارك الله فيك. القتل إما عمد أو شبه عمد أو خطأ. طيب، من يتحمل الدية؟ الحلول والتأجيل، التثليث والتخميس. في قتل العمد من يتحمل الدية؟ القاتل، وهي حالة مثلثة. واضح؟ شبه العمد من الذي يتحمل؟ العاقلة إن صدقوا القاتل، وهي مؤجلة، وهي لا مثلثة، مثلثة في شبه العمد مثلثة. في الخطأ العاقلة مؤجلة مخمسة. فحصل التخفيف من الأوجه الثلاثة هنا. في الخطأ حصل التخفيف من الأوجه الثلاثة، لكن هنا حصل التخفيف من وجهين في شبه العمد، في كونها على العاقلة ليست على القاتل تخفيف هذا، وفي كونها مؤجلة وليست حالة تخفيف ثاني، لكن بقيت مثلثة هذا تغليظ. ولذلك شوف شوف إيش قال الآن، قال وخففت أيدية بالتخميس الآتي. تمام، قال قبله في البيت اللي قبله وفي الخطأ وعمده مؤجلة. شوف في الخطأ وعمده مؤجلة، هنا مؤجلة وهنا مؤجلة، ثلاث أعوام على من عقله. شوف هنا على العاقلة وعلى العاقلة، الافتراق أين؟ هنا. قال وخففت في الخطأ المحض، ما هو التخفيف الذي زاد في الخطأ المحض؟ التخميس. ولذلك قال هنا وخففت أيدي بالتخميس في الخطأ المحض، كما أنها قد غلظت في العمد المحض ومثله عمد الخطأ. هنا غلظت، فهمتم؟ كما تقدم في البيت الذي قبله وقد مر، إلا أن دية شبه العمد مغلظة من وجه، وهو كونها مثلثة، ومخففة من وجهين كونها مؤجلة وعلى العاقلة، كونها مؤجلة وعلى العاقلة. فهم أو لا؟ طيب، ثم قال ومثل ذلك، هذا زيادة من الشارح، قال ومثل ذلك، ومثل ذلك إيش يعني مثل ذلك؟ أي مثل ذلك، مثل ذلك معناه أي تغلظ دية الخطأ فتكون مثلثة بدلا من التخميس، تكون إيش؟ مثلثة. إيش من دية؟ دية الخطأ هذه المخمسة تصبح مثلثة، تصبح مثلثة. متى تصبح مثلثة؟ قال لك في ثلاثة أحوال، لا تكون مخمسة، تكون نعم تكون على العاقلة، نعم تكون مؤجلة، لكنها تكون مثلثة في ثلاث حالات. متى؟ إذا حصل القتل في حرم مكة. واضح؟ إذا حصل القتل في حرم مكة أصبحت الدية ماذا؟ دية إيش من قتل؟ إيش من قتل؟ الخطأ. أما هذه لا تغلظ، هذه لا تغلظ، خلاص المغلظ لا يغلظ، المكبر لا يكبر. واضح؟ هذه التي تغلظ دية الخطأ إذا حصل القتل في حرم مكة، فإنها تكون مثلثة بدلا من التخميس. واحد. اثنين، إذا حصل القتل في الأشهر الحرم، في ذو القعدة، ذي الحجة،
المحرم رجب، فإنها تغلظ من التخميس إلى التثليث. الثالث، إذا قتل ذا رحم محرم، ذا رحم محرم، كأن قتل أخاه أو أخته، ذا رحم محرم، قتل أمه ذا رحم محرم، قتل عمه خاله ذا رحم محرم. طيب لو قتل ذا رحم لكنه ليس محرما كبنت عمه ذات رحم لكن ليست محرم، تغلظ لا تغلظ؟ طبعا كلام في، أكرر لك الكلام، في قتل الخطأ، في قتل الخطأ ها. طيب إذا قتل محرما ليس ذا رحم كأم زوجته، محرم أو لا؟ محرم، لكن ليست ذات رحم، ليست بالنسب، بالمصاهرة، صح؟ كأمه من الرضاع، أخته من الرضاع، محرم لكن ليست ذات رحم، تغلظ إلى التثليث؟ لا تغلظ. إذن ثلاث حالات تغلظ فيها دية الخطأ من إيش؟ من التثليث إلى التخميس. ما هي الحالات الثلاث؟ قال لك في حرم مكة، واحد، في الأشهر الحرم، اثنين، قتل ذا رحم محرم. انظر ماذا قال. ومثل ذلك، أنا أريدك أن تفهم مثل ذلك ما معناها. مثل ذلك أي أن مثل دية شبه العمد في كونها مثلثة، دية الخطأ تصبح مثلثة في حالات ثلاث. هذا معنى كلمة مثل ذلك. قال ومثل ذلك دية الخطأ الواقع في حرم مكة. طيب لو وقع في حرم المدينة تغلظ تثلث؟ لا، هذا خاص بحرم مكة، تمام. كما أن قتل الصيد في حرم مكة يأثم ويوجب الفدية، بخلاف قتل الصيد في حرم المدينة يأثم لكن لا يوجب الفدية. فحرم مكة له خصائص لا توجد في حرم المدينة، منها أن الصلاة في حرم مكة تباح حتى في وقت النهي، وهذا خرج به حرم المدينة. هناك عدة خصائص لحرم مكة عن حرم المدينة. قال هنا في حرم مكة، اثنين، والأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قال أو كان المقتول محرما ذا رحم من النسب. ذا رحم من إيش؟ شوف قوله ذا رحم من النسب يشير إلى مسألة دقيقة، أنه لو كان محرم وذا رحم، لو كان محرم وذا رحم لكن محرم ليس من النسب وإنما من شيء آخر. يعني مثال، قتل بنت عمه وهي أخت له من الرضاع، بنت عمه من ذوي الأرحام ولا لا؟ في قرابة نسب ولا لا؟ من ذوي الأرحام. طيب هي محرم أو غير، في الأصل هي محرم أو غير محرم؟ هي غير محرم، لكنها رضعت معه فأصبحت محرما وذا رحم، هل قتلها يجعل الدية مثلثة بدل التخميس؟ لا. لماذا؟ لأن المحرمية حينئذ لم تنشأ من النسب وإنما نشأت من الرضاع. فقوله هنا من النسب هذا يشير لهذه المسألة، دقيق، يعني ما أتى بها هكذا اعتباطا تكميل المداد فقط، يريد أن يشير لهذه المسألة حتى تفهم أن المحرمية إذا نشأت من النسب فهي التي تغلظ فيها دية الخطأ، أما إذا نشأت المحرمية من غير النسب فلا تغلظ. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.